لماذا ذكر ورقة بن نوفل الناموس الذي أنزل على عيسى على موسى ولم يذكر الذي أنزل على عيسى عليه السلام مع أنه كان نصرانيا؟ قال العلماء لأن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشبهت رسالة موسى عليه السلام في أكثر مراحلها وأيضا فإن عيسى صلى الله عليه وسلم له شأن آخر في مولده، إذ روح القدس نفث في جيب درع مريم عليه السلام، فله شأن خاص في طريقة الإيحاء إليه، اختلفت شيئا ما عن في بعض صفاتها. أعاود قائلا إن موسى عليه السلام سيرته العامة وما كلف به موسى في كثير من التكاليف ومراحل حياة موسى عليه السلام أشبهت كثيرا كثيرا مراحل حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فربنا قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. الآيات إن أوحينا إليك كما أوحينا، الكما هنا كما لبيان أصل الإيحاء، كما أننا أوحينا إليهم أوحينا إليك، لكن الصورة نفسها يبدو أن صورة الوحي إلى موسى كانت شبيهة جدا بالوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى كان له بعض الشأن الخاص عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وأيضا قد قالت الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قال بعض العلماء لأن شريعة عيسى كانت متممة لشريعة موسى أو فيها تخفيف شيئا ما عما في شريعة موسى، إذ قال عيسى عليه السلام في حديثه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم.